السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة لمح الأعزاء. بعد مشاهدة هذا الفيديو سيختفي كل غضبك وضغطك وتشعر بالراحة. مرحبا بكم في فيديو جديد. لمحة، العالم بين يديك. الكثير منا يقوم بأنشطة مختلفة خلال اليوم، من عمل ومحادثة للآخرين، وبعض من الأنشطة تسبب الضغط وعدم الراحة، ولكن اليوم سنعرض عليكم بعض الأمور التي ستجعلك تشعر بالسلام والراحة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. أولاً، الوجوه السيليكون. يعد هذا الوجه المصنوع من مادة السيليكون أحد أهم الأشياء التي يمكن أن تفرغ أي طاقة سلبية داخلك وتجعلك تشعر بالراحة، فجعله يبتسم أو حتى لكمه وضربه أو استخدام أحد مضخات الهواء، كل هذا ربما يفرغ الضغط الداخلي وتشعر بالراحة. الرمال الناعمة. ربما مشاهدة الرمال الناعمة التي تشعر بأنها تشبع الحرير في حركتها ستؤثر إيجابياً في مزاجك الداخلي وتشعر بالسهولة والراحة تجاه أي أمر يمكنك مقابلته. ثالثاً، سمكة الكهرباء. ستشعر في البداية بالخوف إذا وجدت سمكة من النوع الذي به طاقة كهربائية في أرضية منزلك، ولكن ما رأيك إذا اكتشفت أن هذه مجرد رسم ثلاثي الأبعاد يمكنك التخلص منها؟ رابعاً، التصوير البطيء. هناك الكثير من الأشياء لا نشعر بجمالها لأنها تمر بسرعة كبيرة، ولكن ما رأيك أن تقوم بتصوير أي مشهد حتى لو كان نافورة مياه بالتصوير البطيء، وستشعر بالجمال الذي سيكون له تأثير إيجابي على مزاجك الداخلي. خامساً، التشكيل بالخزف. واحدة من أكثر الطرق التي يستخدمها الأطباء النفسيون في خلق حالة من المرضى لدى المتوترين ومشاهدة فيديوهات خاصة بصناعة الأنية الخزفية لما فيها من ليونة وخضوع للخزف بين يد الصانع وبراعة تجعلك تشعر أن كل الأمور من حولك تمر بشكل بسيط وسهل مثل الخزف. سادساً، العجين اللين. الضغط على العجين اللين وتشكيله بالمعالق والشوك يعطي إحساساً رهيباً بالراحة وإخراج الضغط النفسي وتشكيله بالأصابع. سابعاً، الزبد. قام هذا الشاب باختراع جهاز من شأنه قشط الزبد بطريقة جميلة وسهلة وتجعلك تشعر بالراحة لمجرد مشاهدتها. ثامناً، تكسير الجير الأبيض. آخرون وجدوا في تكسير الجير الأبيض ومن ضمن صفاته أنه متمسك ولكن ليس بطريقة قوية، ويمكن تحطيمه بضغط بسيط، والعجيب أنه يشعر من يقوم بهذا الأمر بتفريغ للضغط. تاسعاً، بشر الحجر الجيري. يشبه هذا كثيراً الأمر السابق، ولكن بدلاً من تكسير الجير يقوم هذا الشخص ببشر الحجر الجيري مثل الخضروات، وهذا يشعر بكثير من الراحة النفسية. عاشراً، النحت على الصابون. الصابون من المواد الصلبة ولكن بشكل لين، فهي تقبل التشكيل وفي نفس الوقت هي مادة ليست عنيفة أو صلبة للغاية، ولهذا ستشعر براحة للنحت في الصابون، فلتجرب هذا. 11، القطاعة الحديدية. هذا الرجل اكتشف طريقة أخرى تشعر بالراحة، وهي استخدام جهاز حديدي عندما يوضع أي شيء داخله ويضغط عليه بهذا الجهاز يقسمه إلى أجزاء متساوية بشكل مماثل مما يشعر بالراحة. 12، تشكيل العجين. تحدثنا قبلا عن تشكيل العجين والضغط عليه، ولكن مشاهدة العجين يتشكل ويتحول إلى ما يشبه الحبال في صناعة المكرونة وغيرها من المعجنات، البعض يرى في هذا أمر مريح. 13، البشر من خلال المصفاة. بشر السكر المضغوط أو الزبد المجمد من خلال المصفاة الحديدية، البعض يراها على أنها أمر مريح. 14، تقطيع الصابون. هناك بعض أنواع الصابون تكون محبباً من أحد الجهتين لتضمن عدم الانزلاق، والبعض يرى في تقطيع تلك البروز بالسكين أمراً يشعر بالراحة وتفريغ الطاقة. 15، ماكينة التقطيع. من المؤكد أنك رأيت هذه الماكينة التي يمكنها أن تبتلع أي شيء يوضع بداخلها، ولكن هذا الشخص قرر أن يضع كرة من القماش داخل هذه الماكينة ويستمتع بتحطيمها أثناء مرورها بين سنون هذه الماكينة. 16، تقطيع الخيط. أمر لا يعرفه الكثير، ولا أعتقد أن تكون جربت أمرا مثل هذا، أن تقوم بتقطيع الخيط على البكرة وهو جديد فيتحول إلى شكل يشابه فروة أحد الحيوانات مثل القطط. على أي حال، لكل واحد فينا طريقته الخاصة
في محاولة التخلص من التوتر والضيق، ولكن ربما تكون هذه طرقا صحيحة ولا تؤذي الآخرين عندما تشعر بالغضب، فخسارة غرض مثل الأغراض السابقة ولا يساوي شيئا مقابل خسارة شخص أو التحدث بكلمات تكون كالرصاص في وجه الآخرين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا. وشكرا للمتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.